بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة اللغة العربية السنة الخامسة ابتدائي رايحة ندير نص القراءة تحت عنوان عبقرية فذة، ورايحة نبدأ في قراءة النص بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نشأ أبو الريحان البيروني نشأة متواضعة في إحدى ضواحي خوارزم بأوزبكستان حاليا. توفي والده وهو صغير، فاضطر للعمل مع والدته في جمع الحطب وبيعه، مما جعله يقضي معظم وقته وسط الطبيعة متخذا التأمل والملاحظة جسرا نحو استكشاف ما حوله. فكان يجمع النباتات من كل مكان ليتعرف على مختلف أنواعها. وفي بيرون خالط أبو الريحان التجار الهنود واليونانيين وغيرهم، فتعلم لغته واتسع إدراكه وتعمقت تجاربه، حتى التقى ذات مرة بعالم نبات عرض عليه أن يصحبه ليعلمه ويساعده في عمله مقابل أجر، فكان ذلك بداية لرحلة العلم المدهشة التي ميزت حياة هذا العالم. لقد سبق البيروني علماء عصره في مختلف العلوم، فأكد أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، وأنكر أن تكون الأرض مسطحة، واستطاع تفسير تمدد المعادن بالحرارة وتحديد الفارق بين درجة حرارة الماء البارد والساخن بدقة متناهية، كما شرح كيفية تكون الآبار والينابيع، حدد أيضا الأوزان النوعية لكثير من المعادن، كتب البيروني أكثر من 120 كتابا في مختلف العلوم، واعتبر واضع القواعد الأساسية لعلم الميكانيكا وأبا الصيدلة ورائد علم الفلك. مرت السنوات وأصبح البيروني شيخا كبيرا، فجمع تجاربه العلمية في كتاب ضخم أسماه القانون المسعودي. عندها كافأه السلطان بثلاثة جمال محملة بالنقود، لكنه ردها قائلا: أنا أخدم العلم للعلم لا للمال. إن الدارسين لأعمال البيروني من الأوروبيين وصفوه بأنه أعظم علماء المسلمين وعالم العلماء وأكثر الفلكيين ذكاء، فهو لم يكن عالم نبات أو فلك أو رياضيات أو جغرافيا فحسب، إنما كان عقلية موسوعية شاملة وعبقرية فذة في جميع العلوم قل أن تتكرر. هذا هو نص القراءة تاع نهار اليوم. وذاك واش رايح ندير؟ رايح ندير شرح المفردات، نحاول نشرح المفردات الصعبة باش نفهموا النص أكثر فأكثر.
نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك نشأ أبو الريحان البيروني نشأة متواضعة. نشأ يعني كما نقولوا احنا ولد وتربى وكبر أبو الريحان البيروني، كما نقولوا ولا نقدر نقولوا عاش، نشأ عاش، عاش أبو الريحان البيروني عيشة متواضعة. وكلمة نشأ نقصد بها يعني زاد وكبر وتربى، واحد التربية متواضعة. في إحدى ضواحي خوارزم، خوارزم هي منطقة متواجدة بأوزباكستان، بكري كان يقولها خوارزم ودوكا يقولها أوزباكستان. توفي والده وهو صغير، توفي يعني مات، فاضطر للعمل مع والدته، اضطر يعني أجبر يعني تحتمت عليه، في جمع الحطب وبيعه، مما جعله يقضي معظم وقته وسط الطبيعة، متخذا التأمل والملاحظة جسرا نحو استكشاف ما حوله. فكان يجمع النباتات من كل مكان ليتعرف على مختلف أنواعها. وفي بيرون، هذه بيرون ثاني منطقة، خالط أبو الريحان التجار الهنود واليونانيين وغيرهم، فتعلم لغتهم واتسع إدراكه. يعني كان يعرف حوايج برك هكذا، مثلا كان يعرف زوج كلمات، عاد يعرف فقرة، عاد يعرف نص، اتسع إدراكه. كان يعرف زوج معلومات ولا ثلاثة، عاد يعرف 20 معلومة، يعني بالمعنى هذا. وتعمقت تجاربه حتى التقى ذات مرة بعالم نبات، عرض عليه أن يصحبه ليعلمه ويساعده في عمله مقابل أجر، فكان ذلك بداية لرحلة العلم المدهشة التي ميزت حياة هذا العالم. لقد سبق البيروني علماء عصره في مختلف العلوم، فأكد أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، وأنكر أن تكون الأرض مسطحة. هما بكري كانوا يقولوا الأرض مسطحة، هو كي جا قال لهم الأرض ما هيش مسطحة، مستحيل تكون مسطحة. واستطاع تفسير تمدد المعادن بالحرارة، يعني المعادن يكون فيه سنتيم يولي فيه يعني يتمدد، وتحديد الفارق بين درجة حرارة الماء البارد والساخن بدقة متناهية، بدقة متناهية يعني دقة شديدة. كما شرح كيفية تكون الآبار والينابيع، الآبار هي البير، الينابيع. حدد أيضا الأوزان النوعية لكثير من المعادن. كتب البيروني أكثر من 120 كتاب في مختلف العلوم، واعتبر واضع القواعد الأساسية لعلم الميكانيكا، وأبا الصيدلة ورائد علم الفلك. مرت السنوات وأصبح البيروني شيخا كبيرا، فجمع تجاربه العلمية في كتاب ضخم أسماه القانون المسعودي. عندها كافأه، كافأه يعني جازاه، يعني واحد يدير خدمة نكافئوه، تلميذ كي يقرأ مليح في القصة نعطيه الجائزة، نكافئوه نجازيوه. كافأه السلطان بثلاثة جمال، الجمال هو البعير محملة بالنقود، النقود هي المال، لكنه ردها يعني رجعها، رفضها قائلا: أنا أخدم العلم للعلم لا للمال. إن الدارسين لأعمال البيروني من الأوروبيين وصفوه بأنه أعظم علماء مسلمين وعالم العلماء وأكثر الفلكيين ذكاء، فهو لم يكن عالم نبات أو فلك أو رياضيات أو جغرافيا فحسب، إنما كان عقلية موسوعية شاملة. عقلية موسوعية شاملة يعني عالم في شتى العلوم، يعني أي علم، أي علم تحطه فيه تلقاه هو اللي عالم. وعبقرية فذة يعني شديد الذكاء في جميع العلوم قل أن تتكرر، يعني قليل ونلقى واحد كيفه، يعني هذا البيروني تلقى كيفه واحد في المليار، يعني ما كانش كيفه مرة.
هذا هو الدرس تاع نهار اليوم. نقول اللهم اشرح صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين.